ترسمون صورا كاريكاتيرية وتدعون بأنها الحرية والديمقراطية وأنها منبع الإنسانية، ولكن أين كنتم قبل مجيء سيد البرية؟ أتعلمون؟ كنتم في عصور الجهل والتخلف والرجعية، وجاء نبي ليعلمكم سماحة الإسلامية. كنتم حفاة مشرذين، موطنكم في كل وضع مهين، وجاء نبي مرشد ومدين يرشد أصحابه بحسن معاملة الخلق أجمعين مهما اختلف الدين. لم يكره أحدا على اعتناق الدين، فوضع مبادئ للتعايش مع الآخرين. كلفه ربي بأن للعلم رسالة، وأنزل عليه أول آية: اقرأ ليهدي الناس أجمعين. وأمره أن يبلغنا بأن نحترم الأنبياء والمرسلين، وإن لم نفعل ينقص إيماننا بالدين. فأسس الحكم والعلم والقيادة، وأنتم سلبتم العهد بكل حماقة، وعمت أعينكم بأنكم أنتم الخاطئين وأنتم المفسدين، وأن رسولي هو رحمة مهداة للخلق أجمعين. فعذرا لك يا سيدي، كم ابتلانا ربنا بسفهاء وسفاك للدماء، يحدثوننا عن الإنسانية والوفاء. عجبا، تتحدث الذئاب وكأنها الحمل الوجيع، تسفك وتقتل على مرأى ومسمع الجميع. أيتحدث فاقد الشيء عن عطائه؟ فإلا أنت يا حبيبي يا رسولي يا محمد، عليك صلوات ربي وتسليمات الخلق أجمعين. صباح الخير مشاهدينا، صباح التفاؤل والأمل، كل عام وكل أمتنا العربية بألف خير في مولد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة فقراتنا متعددة جدا، هنبدأها بأول فقرة معانا وهي الاحتفالية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهيسعدنا أن يكون في الفقرة بتاعتنا الشاعرة والكاتبة سلوى مصباح. بنرحب بيكي. طبعا احنا النهارده في ذكرى المولد النبوي الشريف، وقد ايه يعني النبي عليه افضل الصلاه والسلام كان قدوه لينا ومعلم اجيال والرساله على مدار العصور. حابه في البدايه سلوى، قبل ما نبدا في اي حاجه، عرفي نفسك للمشاهدين اكتر. انا سلوى مصباح من محافظه الدقهليه مركز السنبلوين، خريجة آداب لغة عربية، لسانس آداب لغة عربية. فالحمد لله. أكمل تعرف ولا؟ تمام، اتفضلي. أدخل في القصيدة ولا؟ طيب، قولي يا سلوى، يعني أنتِ ما شاء الله أنا سمعتك شاعرة وكاتبة، كلمينا عن إمتى ابتدت معاكي الموهبة؟ هي ابتدت من زمان جدا، من وأنا صغيرة لسه. يعني بص، هي ممكن تكون ده سبب، يعني كنت انا وانا صغيره في الابتدائي بقول فقره النشيد في الاذاعه المدرسيه، فكان عندنا شيخ جارنا هو موجود، يعني ربنا يكرمه يا رب ويبارك في عمره، بيديني كتب اناشيد اسلاميه بقول منها النشيد، فكنت دايما احب اقرا الكتب دي واقول الشعر ده مع نفسي وادندنه، فبالتالي لقيت نفسي بكتب وانا لسه في ابتدائي. تمام تمام. طبعا احنا النهارده في المولد النبوي الشريف، ممكن تسمعينا ايه بقى بمناسبة الذكرى دي؟ هي حاجة صغيرة كده لسنة النبي كاتباها لسه جديد. تمام، اتفضلي. الليلة عيد، الليلة عيد زين الخلايق والورى سيدنا النبي المعصوم، ده يوم ما قرب مولده هل الفرح بالكوم، ساكن قلوبنا من الصغر من يوم ما كنا عيال، كنا بنجري على السكك نسمع له 100 موال، مدحنا بينا مدحنا بينا، ده قال لنا ان النبي بيحبنا، ساب دعوته ساب دعوته في الدين لنا، قال امتي ما قالش انا، مدحنا بينا ده قال لنا ان النبي بيحبنا، ساب دعوته في الدين لنا، قال امتي ما قالش انا ما قالش انا، مدحنا بينا ده قال لنا ان مدحنا بينا ده قال لنا، مدحنا بينا المبتسم ما قالش انه بيترسم، ما قالش انه بينكسر، ما قالش انه بينكسر، قال لما اسمه بيتذكر بشوق نصلي عليه، يخلي صلوا عليه. سيدنا النبي هنقدره ونعلي اسمه، سيدنا النبي هنقدره ونعلي اسمه، نوصله لقلوب ما تعرفش النبي، سيدنا النبي هنقدره ونهين قلوب بتصوره، سيدنا النبي هنقدره ونهين قلوب بتصوره، تتصوره انا نفسي انام وفي المنام احلم بطيف سيدنا النبي، يا رب
يا رب حقق مطلبي. برافو 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 عليكي. كلميني برضو يا سلوى، يعني مين اللي كان بيشجعك او بينمي موهبتك؟ بصي هو يعني اذكر شخص، حطي المايك عادي واتكلمي براحتك. لا حطي المايك، حطي المايك عادي، اتكلمي من غير المايك. تمام. المايك بس يعني لما بنيجي نقول قصيده. انا اذكر شخص ربنا يرحمه يا رب، جدي الله يرحمه. كان في فترة إعدادي وثانوي ما كانش حد خالص يعني حابب الموضوع ده فيا غيره هو، يعني كان هو الوحيد اللي كان يجي يقول لي سمعيني من اللي انت بتكتبيه، فربنا يرحمه يا رب كده ويجعله في الجنة ونعم. دلوقتي بقى لأن أراد ربنا الحمد لله ورزقني بزوجي، ربنا يبارك له يا رب، يعني ده رضا من ربنا يعني عليا، فالحمد لله بيشجعني. ربنا يحفظكم يا رب العالمين. بالإضافة بقى لوالدتي كمان، ربنا يبارك في عمرها يا رب. ما شاء الله، ربنا يحفظكم يا رب العالمين. طيب يعني اتكلمينا بقى يا سلوى، مثلا انت متهيألي ان انت شاركتي في معرض الكتاب، طب ممكن تكلمينا شويه عن الديوان ده؟ انا شاركت فيه في معرض الكتاب 2019. تمام. قبل الديوان ده شاركت في 4 دواوين مشتركه، وشاركت تاني في واحد، يعني في 5 مشتركين، بس ده الوحيد اللي عليه اسمي لوحدي يعني. تمام. يعني دفتر انا غياب. شايفه ان العنوان دفتر غياب. دفتر غياب هي القصيدة. يعني يعني ملخصه مثلا او باختصار كده بيعبر عن ايه؟ هي عنوان دفتر غياب متاخد من قصيده جوه الديوان كاتبها الوالد الله يرحمه. دفتر غياب. هو الديوان عامه هو كتير، في فراق وفي من اول لقى لفراق اللي مفيش نصيب، بالاضافه بقى القصيد والد الله يرحمه. حاسه يا سلوى نيتشي بيغلب عليك الطابع الحزين شويه. هو كتير قوي في معظم كتاباتي. ايوه. 90% منهم. تمام. طيب ممكن تسمعينا حاجه بقى؟ تمام. برضه دي قصيده للوالد الله يرحمه، اهداء لي. ربنا يرحمه. في الوحدة والليل والشتا، في الوحدة والليل والشتا، أحاسيسي دايما مفرطة، بكتب بكتب لغايب عن حياتي، وبرسم الضحكة ليلاتي على خد روحه في السما، للدمعة للدمعة عيني مسلمة، ببكي عشان ببكي عشان سابني هنا وراح لوحده لربنا. يا بويا يا بويا ارجع، يا بويا ارجع، أصلنا تعبانة من كتر الضنا، مقهورة مقهورة من طول الهلاك، لو يعني طيفك لو يعني طيفك ده ملاك، خدني معاك، وإن كنت صورة وإن كنت صورة أو سراب، قل لرب الكون ياخدني أو يخليني تراب، قل لشمس قل لشمس الدنيا تخفى عني لأجل ما شوفش نور، قل لأرض تضل بور، قل لبكرة يفوت، قل لبكرة يفوت ويرحل، قل لبعده ما يجينيش، وصي رب الكون وصي رب الكون، بطفلة لسه مش عارفة تعيش، لسه لسه مش قادرة تكمل، الوجع زادها تحمل، قلبها صاب انفصام، وصي رب الكون ببنتك اللي مليانة ألام، اللي تعبت اللي تعبت من نصيب، ألف مرة يخون حبيب تلقى منه حضن سام، ألف مرة تبعها عشرة تتملي بأوجاع وكسرة واصطدام غير اصطدام، قل له بنتي قل له بنتي الحزن صبها واستند في الدنيا سابها، كل خلق الله سننها بس مسنونة عليها، قل له بنتي قل له بنتي مش لاقيها، مش ناسيها ومش فاكرها، يوم ما جت لي الدنيا راحت روحي منها، قل له بنتي قل له بنتي نفسي ازورها او تزورني، وسط رب الكون يا ابويا وسط رب الكون يا ابويا، ليك ياخدني ويسندني ويسندني على السنين اللي بعشها، ألف آها ألف آها قلبي من جوه حيشها، ألف ضحكة ألف ضحكة على الشفايف كانت مجاملة، مين هيقدر يوم يراعي في المعاملة، أو يطبطب أو يطبطب على اللي زيي بدون ما يجرح قلبي نفسه، لو لمرة بس يفرح، كنت بسمع كنت بسمع إن حضنك كان حنين، قلبي نفسه في ضمة منك يوم تلين، أو تهون أو تهون الصعاب اللي في طريقي، اتحرمت انا من حنانك وقت ضيقي، واتحرمت واتحرمت من المحبه اللي في عينيك، غصب عني غصب عني نفسي اجيلك او تجيني، غصب عني هموت وانا ببكي عليك، غصب عني غصب عني كل ليله من ليالي هندهك والمطر نازله على الحيطان، يمكن تجيني يمكن تجيني ويا نقطه من السما، يمكن احسك يا بواقف على البيبان، يمكن تاخدني
في ضمتك فانسى الزمان، انسى السنين الصعبه والقلب المهان. غصب عني غصب عني هندهك وسط الجيران، وسط الليالي التعبه يابا انت الامان. انت الحنان، انت الحنان اللي نسيته وما لقيتوش، والحب اللي اشتقت له وما حسيتوش. وانت انا، انت انا اللي انا نفسي فيها من زمان، والضمه اللي زهدتها قبل الاوان. والحلم، والحلم اللي حلمته في كل الخطاوي، انت اللي هكتب على الملأ اسمك حكاوي. هرسم هرسم عيونك ملهمه دايما معايا، واضحك بقوه وابتسم وسط الروايه. وهقول وهقول ابويا، وهقول ابويا هو جنب مني اهو حاضني، ولا عطش ابدا في الحياه احساس كسرني. انا هبقى نجمه، انا هبقى نجمه، وابويا قمر اللي مساندني، وهيضحك العمر الكئيب اللي معاندني. انا ايوه بحلم، انا ايوه بحلم، انا ايوه بحلم، بس حلمي مش هيخلص، ودموعي مش هتبان ولا مره هترخص. انا ايوه بحلم بس حلمي مش هيخلص، ودموعي مش هتبان ولا مره هترخص. مش هصحى يابا، مش هصحى يابا من منامي عشان ما ضيعش. انا لو صحيت، انا لو صحيت هرجع اموت لو يوم ما جيتش. انا لو صحيت هرجع اموت لو يوم ما جيتش. برافو، رائع جدا وبجد، قد ايه احساس عالي. وانا عايزه اقول لك على حاجه، انا عارفه ان انت طبعا يعني باين جدا في القصيده قد ايه ان انت متاثره بيها. ان شاء الله يا سلوى هتحققي كل احلامك، وباذن الله خير، واكيد والدك حاضر معانا بروحه، واكيد طبعا يعني بالتوفيق ان شاء الله، واكيد هو برضو ان شاء الله مبسوط بيكي. انا في النهايه يعني لو تكلمينا بس باختصار عن حلم انت تحبي تقوليه هنا في يوم في الخير. والله انا اولا بلاش الدموع، لان ربنا يرحمه ان شاء الله، ربنا يرحمه يا رب ويسامحه يا رب. لو تقولي اي رساله او اي حاجه تحبي توجهيها في يوم في الخير. هو حلمي بصراحه الانسانيه كلها تعيش في سلامه وستر، اهم حاجه الستر والصحه بعد يعني دول بعد رضا ربنا سبحانه وتعالى. اتمنى طبعا لام الصحه والستر يا رب على طول، اللهم امين. حلمي بقى وحلم كل الشباب اللي عندهم موهبه بجد، ان احنا يعني احنا كتير قوي، فاحنا محتاجين اللي يدعمنا، محتاجين اللي يحس بينا فعلا او يسمع لنا، فمحتاجين دعم من الدوله لنا علشان نقدر نوصل رسالتنا للناس كلها. ان شاء الله، ان شاء الله يا سلوى، وان شاء الله دايما موفقين، وبنتمنى لك حياه موفقه. كانت معانا الشاعره والكاتبه سلوى مصباح، وطبعا دلوقتي هنطلع في تقرير، لان احنا لينا اطفال وبنات ورد وياسمين، فكان لازم يكون ليهم ملكه جمال في 2020. هنطلع في تقرير عن ملكه جمال العام، ملكه جمال الاطفال لعام 2020، واللي فاز فيها الجميلتان بالمركز الاول سندس محمد مصطفى من مصر، وليندا موسى فيصل من المملكه العربيه السعوديه. هنطلع في التقرير ده، وبعد كده انتظرونا بعد التقرير مع ضيف حلقتنا دكتور عبد الرحمن ابراهيم. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، وطبعا بنحب نشكر كل القائمين على المسابقة. ودلوقتي معانا فقرتنا الدكتور عبد الرحمن إبراهيم، أخصائي تنمية بشرية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أولا أنت منورنا في برنامج يوم في الخير، وما شاء الله انا عارفه انك ليك قصه كفاح، وفعلا نموذج قد ايه شبابي ورائع. في البدايه علشان المشاهدين برضو اللي ما يعرفوش مين الدكتور عبد الرحمن، يا ريت تعرفنا نفسك في سطور. مين دكتور عبد الرحمن ابراهيم؟ عبد الرحمن ابراهيم شاب من الشباب المصري، لقى دعم كبير من الدولة، بالذات ان الدولة في الفترة دي بتدعم الشباب. انا بناش يعني شغال في مجال السياسة من وانا في تانية اعدادي. اللي شدني للمجال ده اكتر يعني احد ابناء الدائرة اللي انا فيها او المركز اللي انا فيه. تمام، بس يعني انا حابة قبل معلش ما تكمل وكده، يعني انا سمعت كلمة تانية عادية دي، يعني ده سن مبكر جدا. يا فندم سن مبكر جدا، يعني يعني هو ده اللي احنا فعلا بنتمناه، ان يكون مثلا إن شبابنا اللي طالع والاطفال عندهم حتى وعي، إن يعني الشباب يكون له فكر ويكون ناشط جدا، ويكون فكره محارب للإرهاب،
وضد التطرف ومع طبعا. السلام دايما طبعا. وده يعني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المؤتمرات بيتكلم عنه طبعا. ان احنا لازم نهتم بالشباب وبدور الشباب، وان الشباب هو عمود الأمة وعمود المجتمع، وان الرئيس يعني بيعد الدولة وبيهيكل يعني بيهيكل الدولة ان الشباب اللي يقودها تمام. لذلك رأينا في التعديل المحافظين الأخير ان معظم المحافظين اللي مسكوا ومعظم نواب المحافظين كانوا من الشباب، وشباب مدرب على أعلى مستوى للقيادة، ومنهم كتير أكتر من 98% من الشباب المحافظين اللي مسكهم محافظين ناجحين جدا ونواب محافظين ناجحين جدا. تمام. طيب يعني ده مثلا ممكن يخليني أروح على تساؤل آخر، إنه إزاي النهار أو إيه يعني، خلينا نتكلم بصراحة، يعني إيه وجه الاختلاف الحالي بالنسبة للشباب عن في العصر الحالي عن سابقة، يعني مثلا في عصر مبارك، مثلا الرئيس الراحل مبارك، في عصر الرئيس الراحل مبارك كان المشهد السياسي كان يعني كان متحكم فيه فئة أقلية أو محتكر عليه، وكان كلهم ما شاء الله كسرين سن 60 سنة، وما كانش فيه دور للشباب نهائي جدا، بل الرئيس الراحل مبارك عليه رحمة الله كان بيعتمد على الفئات الكبيرة عمريا وتجاهل الشباب تماما، تجاهله تجاهل فظيع جدا. لذلك الدولة في فترة مبارك بدأت حالتها تضعف، لأن ما كانش فيه يعتبر ما كانش فيه زيرو شباب. أما في العصر الحالي في الحقبة الزمنية الحالية تحت رعاية السيد الرئيس طبعا، معظم القيادات في الدولة ومعظم أجهزة الدولة ومعظم وزارات الدولة فيها شباب، بالدليل اللي كان فيه أخت فاضلة امبارح أو أول امبارح تقلدت منصب وزيرة الهجرة تمام لمدة يوم واحد كمساعدة أو دعم للشباب تمام. وقبلها بأسبوع كان أخت فاضلة برضو تقلدت منصب وزيرة التضامن لمدة يوم واحد برضو ده من ضمن البرامج الرئاسية كدعم الشباب وتأهيلهم للقيادة، يعني مثلا كتشجيع مثلا أو تشجيع على تحمل للشباب المسؤولية. ولأن احنا بنتكلم أن الرئيس في كل خطاباته بيدعم الشباب وبيحس الدولة وأجهزتها على دعم الشباب وتمكين فرص كتيرة لهم وإتاحت فرص كتيرة ليهم إن هم يبدأوا يشتغلوا على أرض الواقع لتنمية الدولة تمام. وده تمام. ده الفرق ما بين العهد السابق والحقبة الزمنية الحالية. تمام. الحقبة تمام. الزمنية الحالية ليها اهتمام شديد جدا 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 بالشباب تمام. ودي حاجة تمام. يعتبر فريدة من نوعها في ظل ال50 سنة اللي فاتوا على مصر، بقالنا 8 سنين أو 7 سنين بالظبط الشباب هو اللي بيتكلم، الشباب هو اللي له دور سياسي في المجتمع، الشباب اللي بيقود الدولة بتوجيهات السيد الرئيس. يعني احنا دلوقتي لو اتكلمنا على يعني دورك السياسي ممكن تكلمنا عنه حاليا؟ يعني والله انا حاليا كدور سياسي في يعني معتمد على الدائرة عندي تمام. دائرة عندي بتبدأ من مدينة منية النصر ومدينة الكردي ومدينة الجمالية ومدينة ميت سلسيل. لا يعني أنا أقصد هل مثلا كحاجة فردية ولا مثلا يعني حضرتك تبع ال يعني أحزاب مثلا أو؟ والله أنا أتشرف إن أنا يعني مضيت استمارة تبع حزب حماة الوطن وهو حزب عريق يرأسه الفريق جلال هريدي مؤسس فرقة الصاعقة المصرية تمام. وده اللي اختاره السيد الرئيس من ضمن الميت شخص في التعيينات اللي هو يبقى في عضو في مجلس الشيوخ تمام. وبنشكر السيد أيوه. الرئيس على الثقة الغالية دي جدا يعني. الحزب اللي أنا منتمي فيه حزب داعم للدولة ولمؤسسات الدولة ومعظم قياداته شباب تمام. وبرضك معظم الأحزاب اللي في مصر بتعتمد على الشباب تمام. في الفترة دي لأن توجيهات السيد الرئيس على الشباب كبيرة جدا 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 ملهاش أي طبعا طبعا. يعني أنا بس بستأذن حضرتك، معانا الأستاذ الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة. السلام عليكم.
عليكم السلام، صباح الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام وعلى السادة المشاهدين الأعزاء. أهلا كل وسهلا، سنة وحضراتكم طيبين طبعا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وحضرتك كل سنة والأمة الإسلامية بخير. وحضرتك بألف خير يا فندم، وبجد يمكن من الشخصيات اللي ما شاء الله فعلا بارزة على الساحة، وقد إيه ليها قرارات وآراء تحترم، وفعلا متشرفين بوجود حضرتك معانا يا فندم. في شرف لي يا فندم. ربنا يخليك يا فندم. طبعا احنا في ظل الانتخابات، انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وطبعا يعني يمكن زي ما حضرتك متابع معانا انه دلوقتي فعلا الوضع اتغير، وانه بقت فيه فرص كتير للشباب للترشح. فهنا النهاردة حابة أسأل حضرتك عن الرسالة اللي تحب توجهها للشباب اللي هم مقبلين على خلاص يعني الجلوس على مقعد البرلمان، وبالنسبة للشباب اللي هم لم يوفقوا. سؤال جميل جدا، انا بشكرك عليه. طبعا احنا كلنا متابعين المشهد السياسي دلوقتي ومتابعين شوارعنا. لو بصيتي في اللافتات اللي ماليه الشوارع هتجدي، وده الجديد في مصر حقيقي بصراحه، ان اغلب اللافتات هي لافتات لشباب وصور لشباب مرشحين. يعني لو بصينا هنلاقي مثلا ما لا يقل عن 70 80% من المرشحين هم من فئه الشباب. يمكن ده على عكس الوضع لو تتذكري كده، لو يمكن انتوا لسه شباب شويه، لكن لو رجعنا 20 30 سنه ورا كان المرشحين حوالي 7 8 ووجوه قديمه جدا، وغالبا ناس كبار السن وما الى ذلك يعني. تمام. فظهور الشباب وان هم يملأوا الشوارع بهذا الشكل، ده دليل ان الشباب عايز يتحرك وعايز يكون له دور. وارد جدا، وسؤالك المهم اللي نقول عليه بقى بالنسبه للشباب والرساله المهمه، طبعا الانتخابات هتنتهي وهيتم التصويت، ونسبة كبيرة جدا منهم لن يوفقوا لأن لأسباب كثيرة جدا مش وقت الكلام فيها. لكن لازم الدرس المهم جدا اللي نطلع بيه أولا إن إحنا لا نحبط. يعني مش مطلوب إن أنا أول ما أرشح نفسي إن أنا أفوز في انتخابات. من حيث المبدأ أتيحت لي فرصة إن أنا أرشح نفسي وقدمت نفسي للمجتمع. دي بداية كويسة وأرضية كويسة وأساس أشتغل عليه للانتخابات القادمة. العمر لسه أمام شبابنا، ولكنها فرصة مهمة جدا. لأن وارد جدا، أنا بقول الكلام ده لسبب، لأن الشباب دايما عنده الطموح وعنده الحلم ويمكن عنده كمان الاستعجال. يعني هو متخيل إن هو يضغط على زرار اللي هو عايزه يتحقق. أنا بقول الكلام ده رسالة بالذات للمرشحين من الشباب، لأنه كتير منهم مش هيوفق. إحنا عندنا الشوارع مليانة لافتات في كل محافظة. مش معنى إن أنت لم توفق إن دي نهاية العالم، بالعكس خدها بداية وخدها أرضية. ان انت تجهز. بص للمرشحين القدامى، زمان كان الواحد يدخل مره واثنين وثلاثه وعشره لما يعمل لنفسه ارضيه. خد الفرصه في الفتره دي انت تسلح نفسك، قدم نفسك للمجتمع. هي البلد مش عايزه ناس، لا ناس تطبل ولا ناس تهدم، البلد عايزه ناس تشتغل بضمير. ناس يعني تشتغل بضمير يا فندم، وناس طبعا تكون عندها القياده الرشيده والحكيمه. برافو طبعا عليك. برافو عليك. طبعا برافو عليك. فهو ده كلام مهم جدا، ان احنا يسلح نفسه، لازم يكون مدرك جدا هو رايح يعمل ايه. يعني كتير من المرشحين جواهم حلم الشباب لكن ما يعرفش اختصاصات مجلس النواب ولا عضو مجلس النواب، ولا يعني صاحب ثقه، ولا يعني استجواب، ولا طلب احاطه، ولا كل الامور دي كلها. لازم في الفتره اللي جايه دول 5 سنين، مش عشرات السنين، 5 سنين، يجهز نفسه ويسلح نفسه ويتعلم من اخطائه ويتعلم من الحاجات السلبيات اللي هو واجهها خلال الحمله الانتخابيه الحاليه. أنا بقول الكلام ده كلام مهم جدا للآلاف من شبابنا المرشحين على مستوى كل محافظات مصر. مش معنى إن أنا رشحت نفسي وخسرت إن دي نهاية العالم. أنا بقول الكلام ده علشان يجهز نفسه للي جاي. ودايما لما تبص للطفل أول ما بيبدأ يتعلم المشي يبدأ يقوم ويقع ويقوم ويقع لغاية لما يقوى عوده ويستوي ويواصل رحلة الانطلاق في الحياة. فدي رسالة لكل شاب، وفي نفس الوقت رسالة للمواطن. يعني إذا أتيحت لي الفرصة اختار صح. اختار صح عشان بلدنا. يعني الصوت ده مسؤولية وشهادة. يعني أنا دايما بقول إن شهادة الزور في المحكمة هي شهادة زور في ضد شخص واحد، لكن أنت النهاردة لما تروح تصوت تحقيقا لرغبة أو لمصلحة شخصية أو لأغراض شخصية، أنت شهادة زور في حق وطن بأكمله. البلد النهاردة فيها شغل طيب جدا بيتعمل،
مطلوب احنا ندعم الشغل ده باختيار صحيح، مش اختيار مبني على الاهواء والمصالح الشخصيه والنواحي الماديه. وكلنا انا بتكلم كلام هادئ جدا، لكن الناس مدركه مغازي كل كلمه انا بقولها. طبعا كلمتي وصوتي امانه، اما ان اضعه في المكان الصحيح او الا اضعه، فلتقل خيرا او لتصمت. صح. البلد النهارده الشغل اللي بيتعمل في البلد بشكل طيب جدا ده محتاج شغل اخر على المستوى السياسي. تخيلي معانا كده لو احنا اجتهدنا انا وحضرتك وكل مواطن مصري ان احنا نطلع الانسان الكويس، هنطلع برلمان محترم يليق بهذا البلد، بلد ال 100 مليون. البلد مش عايزه مجرد ناس تشتغل بادوات قديمه واغراض قديمه ووسائل قديمه كلنا مدركينها تماما. ده عمره ما يصلح المجتمع ابدا. بلدنا اللي فيها شغل كويس بيتعمل وبتواجه تحديات خطيره جدا في كل ميدان زي ما كلنا شايفين في كل حته. دي محتاجه ايه؟ محتاجه الاكفاء ولا غير الاكفاء؟ لا، محتاجه الاكفاء. وبالتالي المواطن النهارده امام مسؤوليه كبيره جدا انه يحسن الاختيار. بلدنا محتاجه الافضل. طبعا يعني احنا يا فندم عارفين ومقدرين انه احنا النهارده الدوله عليها طبعا عبء اكيد كبير، ولكن برضو احنا كمواطنين او افراد بنعيش في الدوله فما بنكونش بدور الدور السلبي طبعا، فلازم فعلا احنا كمواطنين بنتكاتف مع الدوله علشان النهوض دايما الدوله بتكون بابنائها وكل طبعا مؤسساتها. انا طبعا في النهايه فندم يعني ان شاء الله اكيد يعني نتشرف هنا في برنامج يوم في الخير ان حضرتك تكون موجود معانا، وربنا يخليك يا فندم. وشكرا جزيلا لحضرتك واستاذ دكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقيه الاسبق ووكيل كليه الحقوق بجامعه المنصوره. طبعا يعني بعد كلام معالي الوزير مفيش كلام. يعني معالي الوزير جاب الخلاصه من الاخر يعني. تمام. معالي الوزير بيهتم جدا بالشباب وبيدعم الشباب جدا، في حتى في فتره رئاسته لمحافظه الشرقيه حتى الى اليوم شباب محافظه الشرقيه بيحترموه بيحبوه جدا. ودي شهادة من بعض الناس في الشرقية، لأن نزلت الشرقية كتير وبالذات الزقازيق، بيقولوا معالي الوزير كنا بنشوف في الشارع على طول. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عنه. لأن معالي الوزير كمسؤول فيه روح الشباب. طبعا معالي الوزير فيه روح الشباب ورجل بيقدر الصغير قبل الكبير. طبعا طبعا. طيب يعني النهاردة برضو أنا حابة أسألك على الشخصيات السياسية أو الاجتماعية اللي هي أثرت في حياتك. والله يعني ده سؤال محرج جدا، ولكن الشخصية اللي بعتبرها هي مثلي الأعلى وقدوتي في الحياة السياسية اللي أنا تعلمت منه يعتبر كل حاجة. يعني حبيت السياسة لأن أنا شايف السياسة منه اللي هي خدمة للناس، وشايف اللي الناس بتعشقه عشق ملوش حدود. ما شاء الله. مين بقى هو الاسم يعني؟ الاستاذ معلمي الكبير والفاضل الاستاذ احمد سعد الله الهواري. تمام. ده حاليا مرشح مجلس نواب 2020. تمام. عن دائره منية النصر الى الجماليه. تمام. الاستاذ احمد سعد الله الهواري يعني قد يعجز اللسان عن الكلام عنه الصراحه. تمام. يعني ولكن هو في موجود معانا طبعا على الشاشة. هنشوف الفيديو اللي موجود على الشاشة. يعتبر ده تقرير بسيط عن الأستاذ أحمد سعد الله الهواري، بالذات إن هو رجل يخدم الناس بقاله أكتر من 20 سنة بدون مقابل، وبيخدم أي حد بيدخله المكتب حتى لو كان الشخص ده مش مستاهل خدمة، ولكن من باب جبر الخواطر وإنه ما بيردش حد عنه، يعني اتداء بقول ربنا عز وجل فأما السائلة إيه فلا تنهر. طبعا طبعا. يعني احنا طبعا بنوجه هنا في برنامج يوم في الخير كل الشكر للاستاذ احمد سعد الله الهواري، وفعلا يا ريت فعلا يكون كل مجلس النواب بتتمثل فعلا بشخصيات نحتذي بيها وتكون قدوه لينا. انا حابه ان انا اسالك على انت كشاب النهارده يعني ايه اهم السلبيات اللي بترصدها وان الشباب مثلا بتعملها ونفسك ان هي الشباب تغير اتجاهها ليها؟
والله يعني كسلبيات، سلبيات أكبر سلبية لاحظتها على الشباب عامة من سن الصف الثالث الإعدادي إلى سن الثالث الثانوي، إن مفيش رقابة عليهم، وإنهم توجهوا وانحدروا إلى شرب المخدرات، ودي يعني حاجة سلبية جدا جدا في شباب اللي هو المفروض هيقود الأمة ديت، وهي يعني هيقدمها لبر الإصلاح، ويعني زي ما السيد الرئيس بيوجه إن احنا نهتم بالشباب، نرجو إن الأسرة عامة تهتم بولادها شوية، ويكون عليها دور رقابي بالذات للفترة العمرية ديت، لأن الفترة العمرية ديت يعني هي الفترة الفاصلة في حياة الشاب، لأنه بيبدأ يعني بيبدأ يشوف نفسه ويشوف حياته، بدل ما نوجهه اللي هو يروح يشرب مخدرات أو يشرب حشيش أو كذا أو كذا أو كذا، لا نوجهه مثلا لمؤتمرات بحث علمية، نشوف عندهم مواهب، إن كانت غنى إنشاد كذلك، لازم ندعم في الحاجات دي زي ما القيادة السياسية بتدعم الشباب في الدور السياسي وبرضو بتدعمهم في الدور العلمي. لازم برضو المسؤولين اللي تحت القيادة السياسية أو التربية والتعليم، سواء التربية والتعليم العالي أو معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللي هو الدكتور طارق شوقي، ينظر نظرة بسيطة بس للشباب دول، لأن معظم الشباب يعني أحيانا بيجي مثلا كمدرسة ثانوية أو مدرسة إعدادية، ممكن يجي يدخل المدرسة الصبح الساعة مثلا 8 الصبح أو 7:30 على حسب ميعاد المدرسة وعلى حسب ميعاد كل مدرسة، مش مثلا ملتزم بالزي المدرسي أو عليه مخالفة، فبالتالي مدير المدرسة بطرده، وانا شفت الطلبه اللي جايين عشان الزي بطرده عشان الزي المدرسي، وده يعتبر شيء غير مقبول، لان انت هتطرده من عندك من هنا، دلوقتي اتحت له فرصه انه يقعد على كافيتيريا، يروح هنا يروح هنا، تطرقت اللي هو دخل في حاجات تانية جدا بعيد عن العمق التعليمي او بعيد عن العمق الدراسي، تطرف الى حاجات تانية، وفي نفس الوقت الاهل مطمنين على اولادهم اللي هم داخل المدرسه، ما يعرفوش اللي البيل محترم قاعد على كافيتيريا، تعرف على صديق سوء، وجهه الى شرب المخدرات والى الادمان والى هذا وهذا وهذا، ونرجع نلوم الدوله في يعني الاخر، ونرجع نلوم المجتمع، ولكن لازم الاهل والأسرة يكون في متابعة يومية أو متابعة أسبوعية حتى لأبنائهم في المدارس، ويكون برضو في دور رقابي من وزارة التربية والتعليم، إن لازم مدير المدرسة أو القائم على الإشراف يتخذ خطوة قانونية تجاه الطالب، إن أنت هتتخذ خطوة قانونية حتى لو كانت استدعاء ولي أمر، أو مثلا إن رحنا لأشد الطرق اللي هو هياخد فصل مثلا 3 أيام. ده كان بيحصل فعلا يعني، ده أحسن من إن أنا أطرده ورايح دماغي بره. لا، وكان بيبقى في كمان حاجات إن إحنا ممكن نتفادى بيها الموضوع ده، مثلا أنت مثلا أخرت النهارده أو لبست مخالف، لا أو لبست مثلا مخالف أو كده، خلاص يبقى أنت مثلا عليك مسؤولية مثلا تنظيف حاجة في المدرسة يعني، او اشغال في موضوع التانية. التنظيف دول في تلاميذ نفسهم عزيز عليهم شويه، حتى لو هم جايين مثلا مخالفين حتى لو اول مره يعني، ولكن التنظيف ده اسلوب لا التنظيف سواء احنا تطرقنا كمثال، اصل احنا ما نقدرش نفرض عليه اللي هو ينظف طبعاً المكان طبعاً بتاعه، لا انا بتكلم ده يعني كمثال، يعني ان هو يكون افضل من ان المدير مثلا يطرده. وبعدين ان الله جميل يحب الجمال، يعني انت المفروض انت نفسك تحسن المكان اللي انت قاعد فيه، طبعاً انت قاعد في مدرسه، قاعد في بيتك التاني، مش قاعد في حظيره مواشي، لا يعني عزكم الله. طبعا. طيب يعني انا برضو حابه ان انا اسالك عن الحلم او طموحك اللي انت نفسك توصل له. والله يعني بعيدا عن الدراسة، يعني أنا حلمي زائل أي حلم شاب مصري، يعني السيد الرئيس زي ما احنا عارفين بينشط الشباب للقيادة السياسية، أو سواء اللي هم يدخلوا البرلمان أو كذا أو كذا أو كذا، أنا حلمي اللي أنا أخدم الناس بس والله بأي طريقة، سواء بقى هنا أو هنا، المهم يعني احنا نخدم الناس. تمام. ويعني بالنسبة للمشاركات مثلا المجتمعية أو المبادرات، هل يعني يعني كان ليك مثلا مبادرات أو مشاركات مجتمعية على الأرض فعلا؟ والله أنا في سن الصف الثالث الإعدادي كنت عملت مبادرة اسمها لا للعنف في المدارس،
سواء العنف من طالب لطالب او العنف من مدرس لطالب او العكس يعني. تمام. العنف بصفة عامة، لان في يعني في ناس جت قلبها مريض شوية قال لك لا ده انت بتدافع عن الطالب وسايب المعلم. لا، انا واقف حياة في النص يا جماعة، انا بدافع عن المعلم قبل الطالب. ان انا مش عايز انا اتطرق لموقف عنف ازاي؟ انا مثلا كطالب كنت في الصف الثالث الاعدادي مثلا، داخل المدرسه في مره كنت متاخر، لقيت المدرس بيقول لي اقف على البوابه، كان عايز يضربني. انت هتضربني عشان انا جاي متاخر؟ واكتر من كذا شخص يعني، لولا ان الواحد عنده يعني كان عنده روح باللايحه، لان كانت المدرسه والاخصائيه الاجتماعيه كانوا بيدربونا على اللايحه والقياده والكلام من ده، كان الواحد عارف حقوقه كويس وواجباته كويس، وعارف ان انا جاي غلطان، بس هي ممكن حصل ظرف، ست والدتي مثلا تعبانه، الطريق مثلا يعني كان ايام المطر. تمام. وكان مدرستي وانا رايح للمدرسه كان كلها طين وما شاء الله يعني ما كانش فيه رصف للطريق، انما دلوقتي الوضع تغير تماما يعني. تمام. فمن ضمن المواقف السلبيه اللي بتخلي يحصل عنف ما بين الطالب والمدرس ان انت هتضربني بسبب ايه؟ تمام تمام. يبدا الطالب يشد مع المدرس او المدرس يشد مع الطالب، فنلاقي ظاهره العنف بدات تحصل، ويجي في الاخر نلوم اللوم على المدرس مثلا. تمام. لان حتى لو الطالب غلطان اللوم بيجي في الاخر على المدرس. تمام. يعني انا بصراحه اللي عجبني جدا في كلامك ان انت قلت انا كان عندي وعي وعارف حقوقي، يعني عارف واجباتي وحقوقي، يعني ده واجباتي قبل حقوقي، لان انا ما عمل يعني قبل لان انا ما يعني ما اعملش واجباتي واجي في الاخر طالب بحقوقي. طبعا طبعا، دي حاجه غير منطقيه تماما. يعني احنا بنتكلم عليه ان احنا قد ايه لما فعلا يكون احنا مدربين اولادنا من الصغر على الوعي السياسي، اكيد لما هيكبر اكيد ان الحاجه دي هتبقى معاه اكتر، وفعلا اكيد الدوله يعني هتصعد فعلا بشبابنا. مفيش دوله في العالم ما صعدتش بالشباب طبعا، وده اللي لاحظناه في الفترة الأخيرة، إن السيد الرئيس بدأ يعمل مؤتمرات، سواء مؤتمرات شهرية أو مؤتمرات سنوية، منهم للشباب. المؤتمر العالمي للشباب أو المنتدى العالمي للشباب. السيد الرئيس الصراحة يعني نرفع له القبعة، اللي هو أتاح لنا الفرصة أو أتاح لواحد زي الفرصة اللي أنا أجي أقعد هنا زي النهاردة وأتكلم. كان من 30 سنة مفيش الكلام ده، الشاب يجي يتكلم، شاب في مجال السياسة، شاب في مجال التنمية البشرية، شاب في مجال المشاركة المجتمعية، ما كانش فيه الكلام ده. زي ما قلنا كان فيه حكر طبعا، كان في بعض الفئات محتكرة. دلوقتي فعلا دلوقتي الاراء تعددت، سواء بقى ما بين الكبار، السيد الرئيس بدا يعينهم مستشارين ليه، وبين الصغيرين بدا يخليهم يسنوا القوانين، يمسكوا هم المسؤوليات، وبيدربهم. تمام. بيدربهم يعني قبل كل ده في تدريب تمام. تحت رعايه السيد الرئيس كمان، يعني دي حاجه مشرفه جدا. احنا واول رئيس دوله عربي يهتم بالشباب كده. تمام. احنا لازم اكيد علشان نتاهل لشيء لازم يبقى في تدريب. ما احنا لازم يكون النهارده في تدريب. مثلا طيب يعني انا حابه طبعا أكيد أنا بجد استمتعت جدا بوجودك معايا فعلا، قد إيه مثال ناجح للشباب الطموح. لا والله في أمثلة كتير ناجحة للشباب الطموح، منهم شاب أنا أعرفه، الشاب ده كان عنده حلم كبير جدا يعني اللي هو يبقى لاعب كورة. تمام. الشاب ده وازن ما بين دراسته. إيه؟ اسمه خالد عادل. خالد عادل. اسمه خالد عادل، من مركز ومدينة الجمالية، ده أهلية. تمام. الشاب ده وازن ما بين يعني اللي انا مستغربه في الشاب الطموح ده، اللي هو وازن ما بين دراسته وازن ما بين الحلم بتاعه، ان هو دلوقتي في كليه هندسه ما شاء الله، وحاليا يعني اول ما بدا يحترف مثلا في الرياضه بقى لعب في نادي المنصوره. تمام. لعب فيه تقريبا موسم، بعد كده المنصوره باعوا للمقاولين في حدود 400,000 جنيه. تمام. بعد كده المقاولين ده للاهلي، قعد في الاهلي موسمين. بعد كده في فريق الناشئين، في الناشئين يا فندم. بعد كده في مستشار اجنبي او خبير اجنبي شافه هو بيلعب في الاهلي، خده احترف احد النوادي الاوروبيه ما شاء الله. فيعني ده مثال كويس جدا، الشاب خالد عادل ده يعني المفروض نرفع له القبعه، اللي هو وازن ما بين تعليمه وما بين الطموح بتاعه. في ناس يعني احنا لو جينا نشوف بعض المشاهير بتوع الكوره 90% منهم مفيش عندهم كليات طبعا، او اهتموا بالحلم بتاعهم وتركوا التعليم.
طبعا طبعا. وبعدين يعني كل واحد له طموحه وكل واحد له حلمه، هو له الحق اللي هو يهتم بتعليمه ويهتم بحلمه، وفي ناس ثانية عايزة تهتم بحلمها، بس كل واحد هو حر يعني. طبعا يعني احنا طبعا في النهاية بنوجه برضو كل الشكر والتقدير للنموذج الإيجابي خالد عادل، ومزيد من النجاح والتوفيق إن شاء الله. وطبعا مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الشباب. طبعا طبعا جميع الشباب، احنا نتمنى شباب مصر كلهم يكون شباب ناجح وشباب قد المسؤولية. تمام. أنا في النهاية طبعا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الرحمن إبراهيم، أخصائي تنمية بشرية. وطبعا مشاهدينا احنا دلوقتي هنتكلم عن فقرة، هي فقرة جديدة انضمت للبرنامج معانا، وهي كانت هي الفقرة بعنوان صرخة مفقود. طبعا احنا بنفتح مواقع التواصل الاجتماعي وبنلاقي شباب وبنات وأطفال كتير جدا بتبقى مفقودة واحنا مش عارفين هم فين. فعلشان كده البرنامج أتيح فقرة هي صرخة مفقود، واحنا من خلال الفقرة دي بنتبنى المبادرة دي، وان كل اي حد عنده حالة مفقود او مفقود رجع او تغيب ورجع، وان هو يتواصل معانا على الفيسبوك. في الحقيقة ان احنا اول حاجة جات لنا انه كانت في قصة غريبة جدا لطفل. اولا الام بتحكي ان هي والاب انفصلوا، وانه الاب كان عقابا للام ان هو اخد الطفل ده وهو تقريبا كان عنده شهور. فضلت الام ان هي تبحث عن ابنها بس ما قدروش ان هم يتوصلوا له. الكلام ده طبعا كان في عام 1993، يعني الطفل دلوقتي عنده 23 سنة. بعد 10 سنوات يعني مثلا في 2010 الأم قدرت ان هي والأسرة يجدوا الأب، ولكن كانت الأم يعني بتحلم ان هي خلاص بقى وجدت الأب فأكيد هتلاقي ابنها. قد ايه الفرحة اللي هي كانت فيها، الا ان الدهشة في الموضوع ان الأم ما لقتش الابن مع الأب. بعد طبعا ضغط على الأب وإلحاح عليه، الأب اعترف انه ترك الطفل ملفوف في بطانية وتركه على رصيف في محطة قطار في شبرا الخيمة. طبعا يعني انا بصراحة مش لاقية فعلا كلام أقوله. طيب يعني أنت مثلا بتنتقم من الأم، تمام، طيب يعني ليه رميت الولد مثلا؟ يعني كنت مثلا أبسط حاجة أن أنت كنت سبت الأم، لكن يا جماعة احنا للدرجات دي وصلنا أن احنا بننتقم من بعض في ولادنا، يعني في أرواحنا. فبجد حالة غريبة جدا. طبعا يا ريت بس يا جماعة نعرض صورة الطفل. هو طبعا الطفل اسمه، طبعا هو شاب دلوقتي، اسمه محمد جابر محمد عثمان. من أبرز الحاجات اللي هي كانت موجودة فيه على حسب مقولة الأم إن هو كان عنده أثر حرق في الجبهة من قدام. طبعا احنا يعني عارضين رقم تليفونه، وياريت يا جماعة إن احنا نتواصل مع الحالة دي. تمام. طبعا احنا بنتلقى اي اتصالات منكم على من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك يوم في الخير، وكمان او على ارقام البرنامج. طبعا يعني مشاهدينا فعلا الوقت بيمر بسرعة، واحنا نحب نقول انه يوم في الخير هو دعوة لمساعدة الغير، يوم في الخير بكرة احلى والدنيا لسه بخير، يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير. في حفظ الله.